فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نبهنا المشركين في بلادنا على أن الاستغاثة بالأضرحة شرك، ردوا علينا وقالوا إن عمر كان يستغيث بالعباس. العباس حي ما هو ميت، وعمر طلب من العباس الدعاء، يجوز طلب الدعاء من الحي. نعم. ولا استغاث، لفظ استغاث هذا لا، اللي ورد أنه يستسقي، يستسقي بالعباس، يعني يطلب منه أن يدعو الله بالسقيا لهم. نعم.